الابتزاز الإلكتروني هو القضية الأبرز التي تتصدى لها جمعية التحدي منذ سنوات. تستمع الجمعية بشكل يومي لمختلف فئات المجتمع وقصصهم مع الابتزاز الذي يؤدي بهم إلى المرور بمراحل نفسية صعبة تقتضي المواكبة، مواكبة تستلزم تكوينا دائما لأعضاء الجمعية. من خلال الشغل ديالنا مع هذه المجموعه من الفاعلين هو اننا نعزو من 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 نعزو من الشغل ديالنا المشترك من اجل اننا نتصداو بشكل واحد وبشكل قوي لهاد ظاهره العنف الرقمي. وفقا لمعطيات رسميه ارتفعت نسبه قضايا الابتزاز الالكتروني بنسبه 18%، وذلك رغم العقوبات التي تصل الى السجن لعشر سنوات للمخالفين، أمر دفع حقوقيين لرفع مطالب التربية قبل الزجر. خاصة تكون عندنا واحد المقاربة أخرى، مقاربة تربوية، وداخل المؤسسات التعليمية خاصة تكون عندنا مواد اللي تتربينا كيفاش نتعاملوا مع الانترنت، كيفاش نتعاملوا مع هاد الوسائط، كيفاش ممكن نحميو المعطيات الخاصة ديالنا، كذلك كيفاش ممكن تكون عندنا السرية في التواصل مع الآخر عن طريق هذوك المنصات، لأن هاد التربية الرقمية هي مهمة اللي غتعفينا من عدة ممارسات شادة اللي ممكن يمارسها علينا هذاك المعتدي. الحكومة من جهتها تؤكد أنها تعمل من أجل ضبط التجاوزات داخل الفضاءات الرقمية بشكل لا يمس بحرية التعبير، مشيرة إلى أن الربط بين الأمرين غير معقول. حرية التعبير ما عمرها كانت وسيلة سلبية، حرية التعبير كانت دائما وسيلة إيجابية لتطوير الحياة المجتمعية، ماشي هي نبقى نسب في الناس ونصفهم وفي الآخر نحيط عيط له تقول له هادشي كتبتي حتى هو دور معايا، كاين اللي قابل غير هادشي واللي دار لي اليوتيوب وتيهضر كيما بغا ويقول اللي بغا، وخصني أنا ندير واحد الكوكبة ديال الناس مقابلينه غير هو. لا تزال ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عصية على المواجهة، مواجهة تخفت أمام الاستغلال السيء للتكنولوجيا الحديثة. فئات تعاني الابتزاز الإلكتروني في صمت تنتظر حلولا حكومية ووعيا مجتمعيا يحقق الإنصاف. نور الدين كجان، الحرة، الرباط.